سنظل ننسحب أمام المراركة بسبب خريطة على القميص؟ هل أصبح المراركة يستفزوننا ويعطوننا ستاف زوم فقط من أجل خريطة؟ هل سيظل الجزائري يعاني من خريطة المغرب في كل المحافل والرياضات والبطولات؟ هل أصبحت خريطة المغرب عقدة الجزائري بدل أن تكون مجرد خريطة كباقي خرائط الدول؟ هل المواطن الجزائري يعلم بالقالب الذي قد رافده معه أينما حل وارتحل منذ أن تبنت الجامعة المغربية سياسة الخريطة على الأقمصة؟ كل هذه الهلهلات مطروحة على وليد صادي المصدي الذي تم تقديمه كمنافس شرس لفوز الأقجع، بينما ظهر أنه لديه علاقة حميمية مع رئيس الفيفا إيفانتينو. دابا الجزائر تهضر معاه جوج كلمات ثلاثة يقول لك تزادت ليك البوطة، وانت اش دخل امك تزاد لي البوطة ولا تنقص؟ انت راه عندك الغاز، عندك الغاز وأزمة على مستوى مواد غذائية بسيطة، العالم كامل ولا كيسمي الجزائر بلاد الطوابير، اش طفرتي انت بالغاز اللي عندك الروبيني في الدار؟ والغاز وكتخلصوا يا حسرته. وجاي ويعتقد انه انا الاشكال انه الجزائري يعتقد انه مثلا اذا تزادت البوطة على المغربي فهذا انتصار للجزائري. اذا الجزائر الان اصبحت دولة قوية، علاش؟ لان الحكومة المغربية زادت على المغربي في البوطة. الجزائر بعد ان زادت الحكومة المغربية في ثمن الغاز اصبحت الجزائر قوة ضاربة، واصبح المواطن الجزائري يجد الحليب امام بيته ولا يستيقظ مع الخامسة صباحا كما قالت بون. الناس تفيق تصلي الفجر والجزائري يفيق مع الخمسة الصباح باش يشد طابور على شكارة حليب وغبرة كون غير طبيعي نقولوه. فهنا كيطرح التساؤل، ما الذي يدعو الجزائري إلى أنه يحس بهذاك الفرح فقط لأن المغربي مثلا تزادت عليه 10 دراهم في البوطة أو تزاد الثمن ديال البوطة أو مادة أساسية كما بغات تكون؟ مع العلم أنه الجزائري كان عليه يمشي يدير واحد المقارنة بين الحد الأدنى للأجور ديال المغربي والحد الأدنى للأجور ديال الجزائري، وغادي يلقى راسو لا علاقة وبعاد عليه المغاربة بزاف. يشوف مثلا الأستاذ المغربي شحال كيتخلص ويشوف الأستاذ في الجزائر شحال كيتخلص، وغادي يطرح التساؤل، هاني كاع خديت الغاز أنا ب4 دينار ولكن راه ما كتخلصش بحال المغربي، المغربي كيتخلص أحسن منك جميع المجالات سواء الأطباء المهندسين الممرضين المعلمين كلشي. هذا سياق اخر اخوان. نرجعوا للنقاش ديال النشره التنزاويه اليوم، خرج اتهام جديد للمملكه المغربيه على انه فخامه الرئيس تبون يتهم المغرب بارسال مرض البيوض الذي يصيب النخيل وهو استهداف لواحات النخيل الجزائريه. وقال تبون انه هذا المرض البيوض اتانا من هوك، اي هذه هوك، ووجه ولوح بيده في اتجاه المروك، هذا العدو الخطير الذي أصبح يرسل الجراد والبيوض والأمراض ويستنزف المياه والثروات ويرسل المخدرات إلى الجزائر. إذن اتهام جديد من أعلى السلطة في بلاد في الجزائر للمغرب، نتطرق له في نشرة الأخبار التنزوية. أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. قبل ذلك دعونا نستمع إلى تقرير من الجزائر بخصوص أزمة البوطة في الجزائر. اللي كتقراو عليه هي باقي القراية وقتكم وما قلدتو الزا يا إنسان اللي ما عندش طاشي تم الطموح، أي شكا كياكل وكيشرب وكيمشي للطواليت ما كيفكرش. جيت البارح ما كاه، زاد جيت في الليل ما كاش، جيت الصباح من 7:30 ولا هنا راح نموت ولا واقف. انا بغيت غير نعرف شكون اللي سكنكم وعيشكم هذا العيش. هذا هو الانسان. الطوابير على البوطه في الجزائر. اذا كانت شي مدينه محظوظه عندها الربط بالغاز فكاين مناطق هكذا ومدن هكذا في الجزائر، ها وشنو كيديروا؟ الفرق بين الجزائر والمغرب هو انه في المغرب البوطه موجوده ما كنديروش عليها الطوابير، اي نعم تزادت فيه 10 دراهم ولكن موجودة فين ما مشيتي تلقى البوطة. ثم ثانيا أيها الحمار البغلولي، إذا كنت تعتقد أن الفرحة ديالك مرتبطة بذاك الغاز، تعتقد أن البوطة غاز يصنع من الغاز اللي أنت في مخيلتك زعما راك قطعتيه وبالتالي باش يعيشوا في الأزمة ويزيدوا في الثمن، لا البغل. البوطة غاز، سير قرا في جوجل وقرا، البوطان غاز البوطان
من مشتقات البترول وليس من مشتقات الغاز أيها البغلولي. إذن مرحبا بكم إلى النشرة التنزاوية، أهلا وسهلا بكم لزمير حيثما أينما كنتم وحيثما حللتم، مرحبا بكم إلى آخر أخبارنا من استوديوهاتنا المركزية في طنجة. قبل أن نمر إلى الخبر الرئيسي، دعنا يعني في جولة عبر إنجازات مغربية احتفى بها المغاربة جميعا سواء هنا بالمغرب أو في مختلف بقاع العالم، إنجازات مرتبطة بكرة القدم. لأول مرة ولأول يوم تجتمع كل هذه التتويجات، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة يفوز في إنجلترا على المنتخب الإيرلندي الشمالي. نبقى في إنجلترا حيث فاز اللاعب سفيان أمرار رفقة فريقه مانشستر إيش؟ كين هذاك سيتي بوحده الأخر. يونايتد، مانشستر يونايتد بكأس إنجلترا، فوز حكيمي بكأس فرنسا، فوز رحيمي بكأس آسيا، فوز رضا بكأس إفريقيا مع الفريق الأهلي، والانتصار الكبير والتأهل التاريخي للمنتخب المغربي لمبطول الأطراف إلى النهائي ومواجهته للفريق الغاني. دعنا نتوقف معك الرأي المغربي في هذا الخبر، خاصة مع ورود أخبار بهزيمة المنتخب الجزائري بثلاثية نظيفة أمام المنتخب الغاني. هذا الانهزام غير منتظر طبعا، ولكن الأكيد أنه كان انهزاما لتفادي مواجهة الخريطة المغربية الكاملة المكتملة على صدور اللاعبين في النهائي في مصر. كيف تقرؤون هذا الانسحاب وكيف تقرؤون هذا التكتيك الجديد لصادي ومن معه؟ تحياتي لكم مشاهدينا الكرام. ننوه إلى أحد الأشخاص في التعليق، راك تصرتي عليا بزاف، قبل ما تسول عليكم وين سول على هذيك اللي عندك في الدار، ما تخلينيش مرة أخرى نسمعك شي حاجة اللي غتضرك في خاطرك، وزعما راك ناشر الصورة بلي مشيتي للكعبة، فنتمنى أنك تدير بداك الشيء اللي تعلمتي في الكعبة الشريفة قبل ما تصروا على بنادم. تحية طيبة سي برنوس، وننتقل إلى الخبر الذي يتحدث على هزيمة المنتخب الجزائري أمام نظيره الغيني في مباريات مبطولي الأطراف، منتخبات مبطولي الأطراف، والذي يؤكد بالدليل على أن الجزائر اختارت الهزيمة بدل أن تواجه الخريطة المروكية الكاتورزا. هذه الخريطة التي أصبح المغرب يستخدمها كسلاح ناري لمواجهة بوصبع البردوع، فبعد توالي الانسحابات وانسحابهم من الفرق الدوري الإفريقي وانسحابهم أيضا المنتخبات ومن المصارعة ومن الرياضات المختلفة، جاء الدور على منتخب الجزائر لمبطوري الأطراف ليختار الهزيمة بثلاثية نظيفة بدل مواجهة المنتخب المغربي الذي انتصر على نظيره النيجيري بستة أهداف مقابل شيء ليصل إلى النهاية. ووصل المنتخب المغربي وهو يحمل في قميصه خارطة الكاتورزا الماضية التي يحملها المشرملين في شوارع في زمن قد مضى. واختار المنتخب الجزائري أن ينهزم بثلاثية بدلا أن يظل الجزائري يطرح تساؤلات، هل سنظل ننسحب أمام المراركة بسبب خارطة على القميص؟ هل أصبح المراركة يستفزوننا ويعطوننا استفزوك فقط من أجل خريطة؟ هل سيظل الجزائري يعاني من خريطة المغرب في كل المحافل والرياضات والبطولات؟ هل أصبحت خريطة المغرب عقدة الجزائري بدل أن تكون مجرد خريطة كباقي خرائط الدول؟ هل المواطن الجزائري يعلم بالقالب الذي قد رفده معه أينما حل وارتحل منذ أن تبنت الجامعة المغربية سياسة الخارطة على الأقمصة؟ كل هذه الهلهلات مطروحة على وليد صادي المصدي الذي تم تقديمه كمنافس شرس لفوز الأقجع، بينما ظهر أنه لديه علاقة حميمية مع رئيس الفيفا إيفانتينو. من هنا إلى هناك، من هناك إلى
هنا استغل الفرصه لابلغ سلامي واحيي صديقه قديمه جدا من الحسيمه تلتحق معنا هنا. حميده تحياتي لك حميده، عساك بخير والاسره الصغيره والكبيره ان شاء الله بخير. تحياتي لك وكل التقدير والاحترام لك. استاذ الراي المغربي، في خبر آخر، خرجة جديدة لعبد المجيد الرئيس الجزائري المبجل، هذا الرئيس الذي لا يعني يتوانى في أن يذكر في كل مرة أن المغرب وأن الجارة الغربية إسوة بإعلاميه وبمختلف مسؤولين لديه ووزرائه. هذا الرئيس في خرجة ليست بالغريبة، فقد تعودنا ذلك. هذا الرئيس خرج هذه المرة ليتحدث عن مرض البيوض الذي يصيب النخيل في منطقة الصحراء الكبرى من الداخل حتى السودان، لكنه توقف عند اتهام المغرب بهذا الأمر. ألا ترى أنه ثمة مبالغة في إظهار الدولة الجزائرية بالضعيفة بالمتهاوية التي في كل مرة يجب أن يمرمقها المخزن بين مزدوجتين في إطار الحرائق، السردين، الجراد، مصطفى شاكر، ملعب مصطفى شاكر، البريكس، كرة، حقرونا، يعني الحقرة وصلت الحشرة أو ما يسمى بالبيوض هناك. تحياتي لكم مشاهدينا الكرام هنا من أمام حمام مردايا الذي ورثته الدولة الجزائرية عن الاستعمار الفرنسي، والذي بدوره ورثه عن الدولة العثمانية التي حكمت الجزائر. هنا من أمام حمام مردايا حيث يرقد الكسال تبون مع مجموعة من قادة الدولة الجزائرية، وبعد تصريح الخطير الجديد وانضمام تهمة جديدة للمروك، فبعد اتهام المغرب بأنه السبب في حرائق القبائل، وأن المغرب هو سبب انتشار الجراد في الجزائر، وأن المغرب هو السبب في إدخال المخدرات والمعبدات والمزبدات وكل شيء يمس المواطن الجزائري، بل واتهام المغرب بأنه هو الذي يخلق الأزمات الداخلية في الدولة الجزائرية المتقوبة شمالا وغربا، والتي تم اختراقها من طرف الكيان المروكي الذي يستعين بالصهاينة ضد الجزائر، العدو الأول كرتونيا وورقيا وتيكتوكيا على الإسرائيليين. قال تبون في إحدى تصريحاته بأن واحات الجزائر التي تنتج أجود وأسرط سرطانات الطمور في العالم، ألا وهي دجلة نور التونسية الأصل المخنشلة جزائريا، أصبحت مستهدفة من طرف المخزن بعد أن أطلق مرضا يسمى بالبيوض، والذي عانى منه المغرب على فكرة وعدد من الدول العالم في إفريقيا. ها هي الجزائر يصلها البيوض، والذي ضرب مناطق بشار والأضرار وغيرها في اتجاه ولاية البيض وغيرها. التبون ألصق التهمة مباشرة بالمروك، لأن التبون رعبه الأبدي وعقدته الأبدية مثله مثل عدد من الكراغلة التبابنة البصبعيين هو المخزن المروكي. هذا المخزن هو سبب الأزمات الداخلية والخارجية والفضائية والمكوكية، كل ما يحدث في الجزائر بسبب المروك الدولة الهكية. هكذا صرح تبون، قال بأن المرض آت من هك. أين هك؟ لم يستطع حتى أن يذكر اسم المروك، خوفا ورعبا من ما هو آت. فالمخزن يستمع إلى كل همسات ونفسات ونفسات النظام في الجزائر. وأسعد الشرعي أيضا ينتظر فقط خرجات تبون ليضرب بها الطندنس ولايفات وفيديوهات بتطبال من عديد من الإخوة المتابعين. من هنا إلى هناك. قبل أن نستمر معك أستاذ الرأي المغربي، أرى أن صديقة عزيزة حاضرة بفرنسا وقد سجلت حضورا متميزا رفقة صديقتها بنت المملكة، وهنا أدعو الأخت بنت عمنا تتبيرت تومليلت أن تطلب الجيست حتى نسألها عن جديد أسبوع القفطان، عفوا أسبوع إفريقيا في اليونسكو، والحضور الطاغي للثقافة المغربية عبر التراث المادي. التراثي سطر لي على التراث ماشي الموروثي.
التراثي المادي واللامادي المغربي هناك. إذن في انتظار ذلك أستاذ الرأي المغربي، هل من مختلفات هنا وهناك؟ لحدود الساعة ما زلنا نترقب الوضع تيكتوكيا، بينما تويتريا هناك حديث عن ما حققه ولدنا واخترت به الرحيمي سفيان الرحيمي، والذي قاد فريق العين الإماراتي لتتويج بالدوري الآسيوي. فهناك تطبال ومنشورات وزغاريد والناموس، وبالمناسبة كلمة الناموس في الإمارات تعني مبروك، فقد غرد محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بالناموس. وأيضا نشر عدد من الصحف العربية والدولية تغريدات طويلة غريبة تمجد في سفيان الرحيمي وما حققه هذا المغربي القادم من البطولة المغربية على مستوى الدوري الإماراتي، وهدفين من خلالهما تمكن من ضمان فوز فريق العين الإماراتي. فكل التوفيق لأبنائنا على مستوى الاتحاد الأوروبي وأوروبا وآسيا وأمريكا واللاتينية وأينما كانوا في كل قرطحنة، المغاربة موجودون والله يعزهم في مكانه. وقتها أستراليا فيها جانيتو في هذاك الطنجاوي محيات معنا عيشة واحد خونا من الصقراص مع واحد الحيط ديال الجير قال لي كثرتي بهاد الدفيش، طلع طلع ورينا شي بركه فيما في يدك، طلع دير شي تصويره مقاده صاحبي انت، دير تصويره ديال الهرقاوه، طلع طلع معنا طلع ورينا هاد الدفيش ديالك انت كي داير. لا لا بغينا غنى كنا في 1100 طلعتي انت ولينا في 1300 في 1400 وما عرف شحال من واحد كيتفرشخ بالضحك كيموت بالضحك، كاين اللي فيق والديه كاين اللي فيق ولادو كاين وانت مركز لي على داك اللي خلي راه شوف راه شحال ما كانوا 3 4 ضروري باش لا لا راه تنبغي نطلع اليوم انا والله ما كيستفزني داك الشيء قسما بالله، انا كنبغي شويه راك عارف مع حشين الهضره حنا مالي فهمتي. في انتظار اذا كان شي مختلفات اخرى او مداخله اخرى في يعني مواكبه الامر مع الاستاذ عبد المجيد البرنوصي. استاذه تتبير توم ليلت مرحبا بك معنا في هذه النشره. السلام عليكم، كي داير ابن عمي الرأي المغربي والخوت كاملين اللي في التعاليق، شخباركم صحيح لاباس؟ بارك الله فيك اختي مرحبا. الله يحفظكم وينجيكم. مشكورة جدا على المجيء. ما كنسمعكش مزيانة سي أبو النص. دير الميوت. واخا. ملي نعطيك الإشارة وحل الميوت. هكذا يمكن غتسمعوني. فـ تكبير توم ليلت كما قلت مشكورة جدا هي والصديقة تاعتها المملكة حاضرتان دائما في أسبوع إفريقيا هناك لتغطية الحضور المغربي المتميز على مختلف الأصعدة هناك. أستاذة تكبير توم ليلت، ما هي مستجدات اليوم وكيف تقرؤون الحضور العام هناك وما هي انطباعات هذا الحضور حول التميز المغربي هناك؟ شنو نقول لك صراحه نقدروا نقولوا يعجز اللسان باش يعبر على كل ما شاف وكل ما سمع بدايه من اول نهار ديال افتتاح الدوره الافريقيه باليونسكو ديال 2024. كان صراحه واحد الاجواء زوينه بزاف، كانوا بزاف الورشات، كانوا دي ستوند ديال كل دوله إفريقية حتى التراث ديالها، كان أكيد الإخوان راه شافوا المملكة المغربية شنو كنا حاطين زليج قفطان طاع التراث ديالنا على العموم المعروف عالميا، واللي تكلفت به الغرفة الصناعة ديال مدينة رباط. من بعد كان بالعشية كان البروغرام كان ديفيلي ديال الازياء المغربيه وما كرهش نتحدث عليه بعجاله لان كاينين بزاف كنشوف بعض التعاليق يمكن كاين اللي ما فهمش. الديفيلي كان عباره على انواع القفاطين في المغرب، كان داز يمكن الديفيلي المغرب كان اكثر يعني فيه اكثر موديلات، اكثر من 14 قفطان موديل مغربي، ولكن ماشي اي موديل، كانوا موديلات قدامين بزاف يعني من اول ما ما ما
ما عرفنا القفطان في المغرب، قفطان الخريب نطاع بجميع انواع ديال الطرز ديالو، البلوزه الوجديه، حتى واحد اللبسه كذلك حتى هي وجديه، اللبسه الرباطيه، شده تطوانيه وما الى ذلك. الناس اللي كيسولوا على الامازيغيه راه كان الاكسسوار ديالها ديال تاونزا وما الى ذلك. كان مع الاسف كان محصور عدد ديال الباس اللي كانوا خاصهم يتحطوا، كان يعني محصور في 14، يعني ما قدروش انهم يديروا. كان جبادور كان كذلك رجاليه، واللي كان زوين ان المنظمين المغاربه كانوا لابسين الجلابه المغربيه بالطربوش ديالها والبلغه الفاسيه الصفراء. صراحه كان واحد العرض اللي تراث محض شهادة الجميع، وهنا كنشوفوا ان كاين واحد التاريخ من وراء هذاك اللباس، ماشي الباس يعني غيسونط ولا عاد شفناهم، كانوا الباس نقولوا ديال الحرفه وديال الخدمه ديال التقليديه. من بعد الغد اللي كانوا ورشات، كانوا دكاتره مغاربه مؤرخين، كانت ندوه كذلك. والنهار الثالث هو اللي كان فيه في الصباح كان بوفي نظم المغرب بوفي، كان الاول ديال الاستقبال راه حطيتو، كان نظمو رحال هذاك البوفي كان اللي تي اوفير من المغرب الحضور كاستقبال ليهم. والاخر اللي كان نهار البارح كان بوفي ديال الصباح اللي كان عباره عن غير تذوق، يعني حنا تبارك الله عندنا بزاف ديال الاطباق والمطبخ المغربي غني بزاف، ما قدروش يحطو كاملين، حطوا البسطيله المحنشه الكسكسو بسبع خضاري بالتفايه، كانت شباكيه كذلك، كان الدجاج مضغمر بالزيتون واتاي والحلوى ما الى ذلك. راه ما كروش يحطوا بزاف، ولكن راه بيفي غير